بنتي بتزعقي ليه؟ ده انا مش حق ازعق وبس، ده انا لازم اصرخ. تصوري يا بابا انا ما جاش لحد دلوقتي. ما جاش لحد دلوقتي؟ ده انا هخرب بيته، هطربي الدنيا على دماغه. انا عرفته. هو مين؟ انا عارف، هو واحد بيزعقلك ولازم اخرب بيته. قولي لي هو مين؟ الفستان الجديد، الفستان الجديد اللي هلبسه الليله. تصور يا بابا ان لغايه دلوقتي المحل ما بعتوش. ده انت لازم تطغبق الدنيا على دماغه، تبلغ البوليس، تبلغ النيابه، توديهم في سستين. ده دي اهانه لكرامتي. ده انا شكريه بنت شاكر بيه عبد الشكور شكر. حاضر، هبلغ النيابه، هوديهم اللومان، هدخلهم السجن. بس بلاش عصبيه، احسن انا بتشائم من الزعيق وكتر الخداع وعيني بترف. بعيد بعيد بعيد. محلات ازياء ست البيت. فستان شكريه بنتي اللي عاملاه مخصوص عشان تلبسه في حفله الليله، لحد الان ما استلمتوش. يا فندم الفستان جاهز وهيكون عند سعادتك بعد 10-12 دقيقه. اوعى يزيدوا ويبقوا 13 دقيقه، انا اتشائم من الرقم 13. حاضر. انت يا مدمزلات، يا انسات، يا زفتات، فين فستان شكريه هانم بنت شاكر بيه؟ لابسه بومبا علشان تظبط المقاسات عليها. وهي فين مدموزيل قنبله؟ دوروا لي على المدموزيل ديناميت، دلونا عليها فين هي. يا بومبا يا بومبا يا ديناميت يا بومبا. انا معلش تتركني بعد ما ضيعت مستقبلي وسلبت مني عز ما املك شرفي. انت لازم تتجوزني. ايوه لازم تتجوزني، والا فالانتحار. اجل هموت شهيدة الحب والوفاء، ساموت بين ذراعيك ومنك لله يا اسمك. ايه يا حلاوه بنت خالتي وتمثيل بنت خالتي؟ ما هو اصل الدلعه دي خالتي اتوحمت على امينه راجل. خد مسخره وقله ادب. انت ايه؟ معجونه بميه عفاريت؟ ساعة تمثلي، ساعة ترقصي، ساعة تغني. غاوية يا حضرة المدير، غاوية الفن موت. ما هو يا سعادة البيه، الفن مين يعرفه إلا اللي هام فيه. منتي انكتبت. أنا مش قايل لك 100 مرة لازم تشوفي شغلك وأكل عيشك، ماذا وإلا؟ وإلا؟ وإلا حرفدك وديلك حسابك نهائيا. مفهوم؟ فستان شكرية هانب جاهز؟ اهو جاهز وجاهز ومستني اوامرك يا حضرة المدير. لفيه بسرعة وروح وديه بنفسك لشكرية هانم بنت شاكر بيه عبد الشكور شكري. فهمتي؟ فهمنا. اوعى كل واحدة تشوف شغلها. حاضر. يا حبيبي وده اخر انذار. ممنوع، ممنوع الغنى، ممنوع الرقص، ممنوع التمثيل، ممنوع تأخير فستان شكرية هانم عبد الشكور شكري. يا بس ده اسمه ايه المكعبل ده؟ في واحدة اسمها شكرية وباص مشكر وجدها عبد الشكور وجد جدها شكري. ويصيك الفستان يا ورد الفتح يا فل مجوز يا بلوة سودة يا حبيبي. يا بويس بعيد 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 بعيد. في ايه يا بطل؟ مليون مرة قلتلك ما حبش اشوف قطي اسود في البيت لاني بتشائم من القطط السود. تتشائم ايه يا بطل؟ ما يصحش تحتقد في الحاجات دي. ما اعتقدش ازاي، ده انا مجرب. ده اليوم اللي اصطبحت فيه بقطة سودة حصلت لي اكبر مصيبة في حياتي. مصيبة ايه يا بطل؟ اتجوزت امك الله يرحمها. على سيرة الجواز، فكرة أعجب نبيل ويخطبني؟ تعجبيه وبس، دي انت راح تهوسيه، دي انت راح تكعبليه في شباك محسنك وفخ جمالك. بس أنا خايفة يا بابا، لأن سمعت إن نبيل مش داخلة مزاجه أي بنت في البلد. لو كنت شاطرة مش تدخلي مزاجه وبس، تدخلي بيته، تدخلي قلبه، تدخلي خزاين عمه المكدسة بالآلاف. الجوازة دي لازم تتم يا شكرية يا بنتي، ده باب النجاح الوحيد اللي يخلصني من الديون والإفلاس. اطمئن يا بابا، الليلة هتشوف بعينك حب ليا وتسمع بودنك اعلن خطوبتي عليك. في ايه يا عصمان؟ بومبا يا سعادة البيت. هي فين؟ محطوطة فين؟ في الصالون يا ست هاني. يا خبر اسود، البوليس، التليفون. اتكلم المحافظة يا بابا، انده المطافي. ده مش بومبا تفرقع وتنزل. اما البومبا ترقص وتغني اتلحلح التليفون. ده مزمزيل. المزمزيل اسمها بومبا. ايوه يا سعادة البيت، دي من محلات ست البيت. اه خليها تخش. دي لازم اللي جايبالي الفستان. اتفضلي يا ست بومبا.
نهاركم سعيد. انت بومبا؟ ايوه سعاده البيت بومبا. ده بابا اتخدم من اسمك، افتكرك بومبا صحيح. يا ندام اتخضيت يا بيه، اسم الله عليك، تف في عبك، هاتوا له طاسه الخضه. لا طاسه الخضه ولا طاسه التقليه. انا مش فاهمه ازاي اهلك يسموكي الاسم المزعج ده. مين سمكي بومبا؟ امي. ليه امك كانت بلعه مدفع؟ نعم نعم نعم، ساعتك هتخشي لي قافيه بقى ولا ايه؟ ده بابا بيهزر وياك. وريني الفستان. اتفضلي يا سهام، اما الفستان بقى لك انشياقه خالص. يا لطيف يا بعيد 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 يا بابا. البنت لابسه الفستان بشرط اسود ده شوق من النحس. بعيد 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 بعيد. يا اختي مال سعاده البيه؟ ملبوس عليه اسياد، راكبه الجن الاحمر، عليه ابو طرطور اللي عدى سبع بحور. لا عنده حاله عصبيه، بيتشائم من كل حاجه. بخاريه تهاني. اسمعي يا اختي، حطي له ساعه ما ينام تحت المخده قرن خروب ونص قالب طوب، ودي الكلبه سودا وشنب قطه بيض. ايه هو ده؟ انت اصلك كوديه ولا شيخ الزار؟ لا يا ست هانم، ده انا بسمع الوصفه دي من جارتنا خاله ام حابك. بلا ام حابك وبلا ام شابك، وريني الفستان. حاضر. الف مبروك، كنت دوبيه في عرق العافيه. يا بخت يا هنا يا سعد يا منى، هيتلبس على جسم بنور. يا نهار اسود على دماغي، عديت من تحت السلم ده نحس بصغر. يا حفيظ يا مر، بعيد بعيد بعيد، انا شايف النهارده من اوله ما يبشرش بخير. يا سعاده البيت. ايه كمان؟ تلغراف يا سعاده البيت. تلغراف؟ جملك، لازم خبر اسود. يا نهار زي بعضه. يا ستار يا رب، يا حفيظ يا رب، اعتذر عن حضور حفلة الليلة لمرض مفاجئ، الاستاذ عادل نيجاتيف. مصيبة، كارثة. خير يا سعادة البيه؟ خير ايه وباب ايه؟ الاستاذ عادل نيجاتيف المخرج السينمائي بيعتذر عن الحضور، وان ما جاش الليلة تبقى كارثة، تبقى مصيبة. مصيبة ايه يا سعادة البيه؟ الليل لا يقدر ولا يكون. إن ما جاش حضرته يبقى عدد المدعوين 39، يعني 3 × 13، يعني نحسب الجملة. الله ينكر عليك يا أستاذ نيجاتيف. أنا ما تأخرش عن هدمتك يا سعادة البيت، اعزمني أنا يبقى العدد 40. اتقندي الغور من وشي. بابا بابا، ايه رايك في الفستان الجديد؟ ايه رايك في المصيبه اللي حصلت دي؟ مصيبتك فل الشر. الشر بالصبح بيتنطط في البيت ده ويوصل لنا تلغرافيا. اتفضل يا التلغراف. وفيها ايه؟ واحد عين وبيحتذر عن الحضور. معناها عدد المعازيم هيبقوا 39. 39 على 3 يبقى 13. 13 يعني مش بعيد حفلة العشاء تتقلب تبقى حفلة تقبيل. اسمحلي بقى اروح انا يا هاني، محسن امي تتخض علي. انت مش خارجة من هنا. ليه؟ خلاص يا بابا. لا لا لا، ما تنفعش. لا تنفع. قلت لك ما تنفعش. بقول لك تنفع. ما تنفعش. تنفع. الله، هو ايه اللي تنفع ولا ما تنفعش؟ ما تفهمونا يا خلايق. الله، هفهمك كل حاجه. بصي روقي دمك. شوفي بقى يا بومبا، هلبسك فستان من عندي وجزمه من عندي واعزمك الليل عندي. ما اقدرش يا ست هانم، انا مش بتاعت عزايم، انا عايزه اروح، ربنا ما يرميكي بضيقه. ده معروف بسيط بطلبه منك يا بومبا. كان على عيني، ده مستحيل مستحيل. مستحيل ليه؟ ده مش ممكن، ما اقدرش ابدا، ما اقدرش ما اقدرش. وان اديتك 5 جنيه برضه ما تقدريش؟ ما اقدرش ازعلك. انا خايف يا بنتي يا شكريه، البنت دي تهزقنا قدام الناس لانها بنت بلدي ما تعرفش تكلم الزوات والناس الهاي. هاي هاي هاي، ده انا اتكلم مع العفاريت، اتكلم مع الشياطين. هالاكسلانسي، انا جبت موديلات من باغي مية تغي جنان تغي شيك من فيو، كلفتني تغو تغو تغو. برافو برافو برافو، اتعلمت الكلام ده منين؟ من زبان المحل اللي بيورد علينا على الرأي المتا اللي ليه مخ ودان يتكلم بكل لسان. نسبه انكل انكل بعيني، خدي هلبسيها. مفيش خطلي ده، افتح عصبي شويه. تعالي معايا يا بومبا. الحمد لله العدد هيبقى 40. Au revoir, monsieur dame.
عمي؟ ترلم. يا سلام يا عمي، نزل على مخي دلوقتي. بس ايه اللي نزل على مخك؟ السقف؟ لا الوحش، بقى اسبوع وانا عاوز الحن غنوه جديده، مفيش فايده. دلوقتي بس نزل على مخ الوحش ومعاه المفاتيح، فتح ابواب مخي وابواب عقلي. ايه الهلوسه دي؟ مفاتيح ايه وقوانين ايه؟ الساعه بقى 9:30 وسيادتك مستني المفاتيح والقوانين. يلا البس هدومك عشان تروح الحفله. حفله ايه؟ ما شاء الله، انت ناسي يا سيدنا الافندي اننا معزومين على العشاء الليله عند شاكر بيه عبد الشكور شغلي؟ اه صحيح، انما يا عم هتتلحن، يجنن، يهوس، هسمحهولك، هتنتهش، هتنسجم، هدب صابعي في عينيك، هكسر لك دماغك، يا جدع البس هدومك وخليها روح الحفله بقى. والله يا عم انا مش عاوز اروح الحفله دي. ليه؟ عشان ايه؟ لان عاوز اقعد اسهر هنا واكمل لحن عشان الفيلم. فيلم؟ انت مصمم برضه انك تعمل الفيلم؟ اعمل فيلم؟ ده لازم اشتغل في السينما، دي السينما دي بتجري في دمي. والسينما بتجري في دم حضرتك باي مناسبه يعني؟ جدك متر جولدن مير، عمتك ريتا هيورت، شجره اسلاف جدود حضرتك مزروعه في استوديو الاعراب. يا عمي ما هو الشرط بقى علشان الواحد يطلع دكتور لازم تكون شجره اسلاف جدود اللي خلفوه مزروعه في القصر العيني؟ دي مساله غي. انت بتقوحني يا ولد. يلا البس هدومك قدامي، يلا انزل. وحياتك يا عمي، روح انت الحفله وسيبني انا لالحاني وانغامي. الحان وانغامي المغفل بقى، انا اقضي ليله مع بيانو اسود مهبل زي ده هو؟ عجبني. ولا اروح في حفله هاي لايف زي دي الواحد يبص يمين ويلاقي البيضه، يبص شمال ويلاقي السمره، يبص قدامه ويلاقي العينين الحلوه الجذابه، يطرطق ودانه ويسمع الضحكات الناعمه السيكه والنهوان اللي انغامها تضرب انغامك بالصرمه القديمه. الجو ده يعجبك انت يا عم؟ طبعا، لان انا احب الجمال، اموت الجمال يا اخي. لا اتحرك، خلينا نروح نشوف الجمال. وانا كمان يا عم احب الفن واموت في الموسيقى وادوب في السينما. اذا مفيش فيلم ومش هديك قرش عليه فتصرف منه على الفيلم بتاعك. لا انا اتعرضك يا عمي، انا عاوز اكون نفسي ابني مستقبلي، مش عاوز اعيش عليك على طول عمري. يا سلام، وانت فاكر انك هتنجح في السينما وتكون منها ثروه؟ من جهه النجاح انا متاكد، انما من جهه الثروه فالبركه في ملايينك يا عم اللي حواليك. اخلص يا قليل الادب بعد عمر طويل جدا جدا. يلا قدامي بس يلا بس هدومك. شكريا، نبيل بيه قرب يشرف. انا جاهزه يا بابا. اعملي كل ما في امكانك، سلطي عليه كل الاسلحه الفتاكه اللي تخليه يطب في غرابك. ما تخافش عليا يا بابا. واعرفي ان نقطه الضعف اللي فيه هي الحانه واغانيه، اتغسلي في الحان وعصمي في اغانيه، خليه يغني وامرنا لله. حاضر يا بابا. عاطف بيه ونبيل بيه فندق. احلق فيهم كده زي المخبر الغشيم. عاوز استشهد بطل الفيلم، بنت تكون كلها سحر وجمال دلال. مش لاقي، مش عاجبك ولا واحده من دول؟ ابدا يا عمي، انا عاوز بنت جنيه شيطانه تلعب بالعقول لعب، تسحر القلوب، تكون بكاشه نتاشه من بتوع ثلاث ورقات. هيورث نص مليون جنيه من عمه واضحكي له يا خيبه وهاتي رجله. الله اكبر، وحسبك انت المنى والطرب وانت المراد وانت الارب. الله الله يا سومه، يا جدع ما تبص، ما تتحرك، ما تكتفك يعني، حدفت علي بس يا عمي. على البغاشه، على البقلاوه، على القشطه. يا سلام، ما فيش احسن، ما فيش كده جمال. الله اكبر، هجوم. انا عايز ان حد يبقى ولا ايه؟ بصار نبيل بيه. بصار شكريا. بصار يا عمك. بصار يا عمك، يا عقل عمك، يا مهدة عمك. انا متاسفه اتاخرت عليكم، اصل الذنب عفوا. الحلاق يعني؟ نعيما يا فندم. دايما ازاي يا مغفر يا كابتن؟ احنا دقناها ما تاخذيهوش، حاجه جنابه غشيم لسه. غشيم؟ هو في احسن من الغشيم ده؟ يبقى نقطه. انا عاوزك لحظه عن اذنكم. اتفضل يا فندم. انا بسمع كثير من عمك عن مزيكتك والحانك، ونفسي اسمع لحن من الحانك الجميل. ايه اخر حاجه عملتها يا نبيل؟ الوحي المجهول. الوحي المجهول؟ يا سلام، اسمه كل شعر وخيال. كده غني لي الوحي المجهول. ايوه بس يعني يا اصلي انا مالي، غني هولي. طيب يا ستي عشان خاطر. ميرسي يا حبوب. حبيباتي اصدقائي، هقدم لكم مفاجاه جميله جدا، غنوه جديده من نبيل بيه اسمها الوحي المجهول. Thank you.
من هي من هي وحي أنامي وفني فين هي فين هي اللي طفها بيشغلني من هي من هي وحي أنامي وفني فين هي فين هي اللي طفها بيشغلني شال فكري وشغلة قلبي من جمالها من جمالها من جمالها يا روحي ولحني حبي يا دلالها يا دلالها يا دلالها قولولي من تبقى هي قولولي فين تبقى هي قولولي مين تبقى هي اسألها عنها يا ترى فاتت عليها ولا شافت يوم عينيها ولا باست يوم ايديها واسهر وعد الليالي ويطول يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا صابر على الأيام على الأيام على الأيام يا 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 كتر أشكاني كسل هوا شربت مع طفا امتى يا ليل كاسي كن شفايفا شال فكري وشغلة قلبي من دلالها من دلالها من دلالها يا روحي ولحني حبي يا جمالها يا جمالها يا جمالها قولولي من تبقى هي قولولي فين تبقى هي قولولي مين تبقى هي.
يا وليد. ادينا انا مباشر. بنت رستم باشا انا عمري ما شفتها. رستم باشا مين؟ جميله جدا جميله جدا. دي باين عليها مهمه قوي جدا. ابوها مليونير ده صاحب بابا. عن اذنكم اهلا نانا. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. كمان تغيب وشغي وحشني موت. انت اللي وحشاني اكتر يا نانا. كويس كده عجبتك قوي. خليكي كده على طول بس حسبي على الفستان. نبيل اقدم لك مدموزيل نانا بنت رستم باشا. اهلا وسهلا يا فندم. وحضرته نبيل بيه اللي كلمتك عنه. هو ده مش بطل انشانتين مومبي. اهلا وسهلا. تشرفنا يا مدموزيل. اتفضلي. لا ولا اتفضل انت الاول. اتفضلي. طب ما تذوقيش. يا سلام المدموزيل دي عظمه قوي. قدم لي شكلي. يا سلام بس كده. اتفضل يا سعاده البيت. اهلا وسهلا مدموزيل نانا. بابا اهو يا نانا. كومان سافا مون فيو؟ سافا بيان. وحضرته عاطف بيه. هلو هلو هلو. يخرب بيت ابويا. حضرتي يبقى عمي. عمك دي بقى كتاكي البلد خالص. اظن ان انا تحب تقعد لوحدها مش كده يا حبيبتي؟ قومي بينا. نو 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 شيري انا احب المجتمع واموت في الهيصه مبسوطه قوي. وابوكي بقى يبقى رستم باشا ايه؟ رستم باشا بكسابه. بكش. حلوه النكته دي. ايوه بكش. ايوه يا اخي لقب العائله كده. عيلة بكش؟ ايوه يا فندم. زي عيلة صرف، زي عيلة الحجر، زي عيلة المغبغان، كلها عائلات محترمة. طب وزعلان ليه؟ أنستينا يا بنت بكش زاز. ميرسي بوكو، أنت تغل جانتي. وأنت كمان تريقة البظية، تريقة غيازة. إنما يظهر المدموزيل مش من مصر، لأن عمري ما سمعت عنك ولا عن أبوكي هجس بكش باشا. أصل أنا وبابا كنا بنلف في العالم، تور دو موند، وصلنا مصر الجمعة اللي فاتت بس، إيمي فولا. أنا ملاحظ إنك تحبي تتكلمي فرنساوي كتير. أوه، ده أنا لفت فرنسا حارة حارة. وإيه اللي لفت نظرك في فرنسا؟ والله اللي لفت نظري إن كلهم بيتكلموا فرنساوي كويس قوي، حتى الأولاد الصغيرين. قديمة. ورحتي فين كمان؟ كنا كل أسبوع في بلد، نشتغل أكلة مكرونة، نروح إيطاليا، نشتغل الديكرومي، نروح أثينا، نشتغل تفاح أمريكاني، نسافر أمريكا. وأظن رجعتوا مصر لما اشتقتوا للفول المدمس. لكن أنتِ لازم تعرفي جغرافيا كويس قوي. جغرافيا؟ أولالا، ده أنا قعدت فيها أسبوعين لطيفة قوي. عمي هي دي. بالتأكيد هي دي. بابا شوف نبيل وعمو مشغولين بيها ازاي. شوف لك طريقة وتوضى من هنا. اطغطها. ما اقدرش اطردها. انت عاوز العدد يرجع 39. انا هشغلهم بالعشاء. اتفضلوا على العشاء. العشاء؟ يلا بينا. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلي يا مدموزيل بكش باشا. ميرسي يا عمك. ممكن؟ لا 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 امال خلي الواحد ياخد بنفسه. انت فاكراني ايه؟ عجوز. اخلص. ما في حد قال لك اتكلم يا بارد ولا خد رايك؟ لا ما تزعلش ده قصده عديك. عجوز مكرمش قوي. والمدموزيل ما تحبش العتاقي. اقفل بقك وقول انت ساكت يلا. شايف يا بابا مش معبرني ونازل غزل في البنت الشلق دي. ايوه شايف باين عليه يحب الرمرمه. بصي لي كويس يا مدموزيل انا ما فيش في راسي شعره شايبه كله اسود. تعرفي من ايه؟ من الصبغه. اما ولد عليه الحياه. ادفع وانت ساكت. حاضر. سيبك منهم يا نبيل كلمني انا. تسمحي عاوز اطلب منك خدمه. امر يا نبيل. عاوزه تديني ايه؟ رنديفو؟ لا عنوان الانسه نانا. وعاوز عنوانها ليه؟ اصل دي البنت اللي بحلم بيها من زمان بدور عليها. يا سلام عجبتك قوي 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 قوي. انصحك ما تفكرش في البنت دي. دي بنت لسانها طويل. ما هو ده عايز الطلب. هي دي. ده ابوها غني حرب وامها من مخلفات الجيش. اهو ده اللي عاجبني فيها. هي دي. طبعا اذنك بابا. جرائي خير يا بنتي؟ مصيبه مصيبه كبيره يا حفيظ. بعيد بعيد بعيد. سنابيل وقع لشوشته في البنت بومبا وبيطلب مني انا عنوانها. بنتي اللي عزمتيها وعملتيها بنت باشا. طبعا لقاها بنت باشا وانت بنت بيه. ومع ذلك انا هكلم عمه عشان يبعدوا عنها. هيا دي. ده بحط لها الاكل في بقها. الحق عليك انت. انا مش عارف الليله دي راح تنتهي على ايه. بعيد 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 بعيد. الله 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 الله. ده عمه خدها تحت بطه وقام. اجري انت وضع يدك على نبيل بيه.
اظن الرقص بعد الاكل يساعد على الهضم يا نبيل. فعلا احسن من كربونات الصودا. هيا الى كربونات الرمبا. تعرفي يا مدمازيل انك انت الليله ارتكبتي جريمه قتل. كوا 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 انا قتلت؟ الحقيني يا مامي. طب وخايفه ليه؟ ما دام القتيل راضي ومبسوط حد يقدر يقول لك نمت؟ طب وفين هو المنيل القتيل ده؟ انا اللي ساعه ما شفتك حسيت اني مشبكين غسيل شبكوا في قلبي. تعرفي هما ايه؟ عينيك. طب بقى خليهم شابكين في قلبك لحد ما ينشف. بعد ما ينشف ينكوي. انكوى يا فندم قبل ما ينشف وانحرق لان المكوى حاميه قوي وبتحرق. يا دي النيله. يا ده ودي انت يا طبعا مقاها زي النايل وحياه ابوك تكسفيني كده ب 30 40 ليله. يا اخي كده تكسفتي نيله بس حل عني بقى. احل عنك ازاي يعني؟ من غير محاسب يعني من غير رانديفو. رانديفو؟ مش عيب عليك يا راجل يا عجوز يا كركوب. انت يا بابا نويل انت فاكرني من قدامك؟ كان على عيني. انا طالب رانديفو شريف برضه وانت كان على عيني. انا عايز اصفتك. انت مش بتحب السينما؟ ايه السينما؟ احب السينما اموت في السينما. خلاص من بكره باذن الله انا هقطع لك اربع سنوات في اربع حفلات في اربع سينمات. هو الاربع الوش في اربع حفلات في اربع سينمات؟ انا افتكرتك هتشغلني في السينما. الله انت عايز تشتغلي في السينما؟ ده كله من ايه اسمك ايه؟ نفسي افتح عين واغمض عين الاقي نفسي من كواكب الشاشه البيضاء. يا ريت يا ريت يا اسمك ايه؟ يا ريت قوي يا اسمك ايه؟ اشغلك في السينما يا اسمك ايه؟ صحيح. واقدمك لكبار المخرجين في الشرق يا اسمك ايه؟ بس على شرط. شرط ايه تاني؟ اني اعمل لك ايه؟ امتحان. امتحان؟ بس كده حالا. احلام دنيا امل ينقل انغام بيقولوا الفنون بتجيب الجنون. والان تطفئ الانوار وترفع الستار على سيد الدرام يقول في الظلام. ايه يا ضرية يا مراتي الشبان زي العفاريت وشرف البنت زي عود الكبريت وانا خايف على ثانية من الذئاب البشرية وان وقعت البلية راح عليكم وعليا. هي دي وعليا وعليا وفكركم نسهر مع مين؟ خير اسماعيل الحلو يا زين. سلام عليكم ياللي مرتك في ثلاث اشهر وغرضها تشوف ليله القدر. عاوز يا اخويا اجيب لك عيل فجر النايل ولا البد. هات يا زيد تبص عليا وتتوحم على بق شويه. بقي ايوه بقي ايوه. مكتوب على بقك. اسمع. ممنوع لصق الاعلانات. انت كنون بقى ونهاوخ بايخه. مكتوب على بقك. اشمعنى؟ ممنوع التجاول. ورده عليك كل عليك
ودهشة هايلة جنان هي ديش. يا سلام، مفيش كده في الدنيا. انت كنت فين وطلعت منين وانا كنت غايب عنك فين؟ تعال يا عجبتك بقى في الامتحان؟ هتشغلني في السينما بقى يا اسمك ايه؟ كويس قوي، بس الامتحان هنا ما ينفعش لانها زيطه وزنبليطه، وانا راجل احب امتحنك على هدوء. يعني ايه بقى؟ انا عندي جرسونير لطيفه قوي خالص، جوها شاعري وانوارها هاديه حمرا لطيفه، محدش يعرف عنوانها ولا نبيل ابن اخويا. يلا بينا على هناك بقى. قديمه، العب غيرها، كان على عيني. بس طبعيني ما تضيعيش منك الفرصه، خدي مفتاح الشقه اهو. العنوان نمرة 21 صالح علي بابا، والشقة نمرة 8. لا لا لا، خلي مفتاحك معاك. أنا حلفت والله العظيم لا تاخدها، أنا معايا غيري، معايا غيره، بس خدي. نتقابل هناك الساعة 1 وأنا هسبقك وأنت تجيني بعدين. والله العظيم بس يعني عمي عمي عمد دبب، أنت يا واد مش هتبطل تطب عليا في الأوقات الغير مناسبة كده؟ هو عايز إيه؟ مين عايزني؟ أنا مش عاوزك، التليفون اللي عاوزك. مدموزيل نانا ما تحزنيش، أنا هغيب عنك دقيقة واحدة. مفيش مانع. واحد، احب اقول لك يا مدموزيل انك ارتكبت الليله جريمه سرقه. تاني؟ هو نخلص من جريمه قتل يجيني جريمه سرقه؟ كان على عيني، واظن حضرتك اللي انسرقت. تمام، اول ما شفتك ما لقيتوش، حسيت انه اتلطش مني، اتخطف، اتهف. وهو ايه اللي اتهف؟ قلم باركر؟ لا مش قلم باركر، عقلي. بسيط. طيب قلم رصاص؟ بسيطه بسيطه زي هاني، ده العقل في الانسان زي الدركسيون في العربيه، هو اللي بيوجه البني ادم، هو اللي بيمشيه. انا من اول ما شفتك حسيت اني من غير دركسيون، من غير عجل. طب زق عجلك بقى. ازق ازاي؟ ده انا هفرمل هنا. من فضلك اسمعيني شويه. سمعنا. انا كنت راسم في خيالي صوره للبنت اللي تلزمني، اتعرض عليا بنات كتير وقليل ما لقيتهمش زي الصوره. اول ما شفتك لقيتك انت الصوره، والصوره انت. عيني قالت لي هي دي، قلبي قال لي هي دي، قمت انا قلت هي دي. ثم بعد زلوكه؟ بعد زلوكه انا فنان، واكتشفت فيك فنان عظيمه، ومتاكد انك غاوي الفن. الفن، احب الفن، اموت في الفن. اذا نموت سوا. تحبي نتقابل امتى عشان نتكلم عن الدور اللي هتمثليه في السينما؟ ايه سينما؟ ده حنايا، ده منايا. اسمع ما اقول لك، قابلني بكره في محلات ازياء ست البيت. ها؟ مش ست البيت المناسبه. لا لا مش قصدي، اصل انا هكون هناك الساعه 9 صباحا عشان اشوف كده شويه موديلات. انا ما اقدرش استنى لحد بكره، لازم نتقابل الليله ونتفق الليله. ايه رايك لو نزوم الحفله ونروح نقعد في حته هاديه؟ بقى كده مفيش مانع. انا عندي شقه خصوصيه جواها شعري وانوارها حمراء هاديه، ومفتاحها اهو. المفتاح هي دي، الحقيني بالعنوان. العنوان، العنوان يا سيدي شارع علي بابا نمره 21 شقه 8. الساعه كام؟ الساعه 1 الليله دي. طبعا الليله، اوعى تتاخر. اتاخر ازاي؟ ده هي دي. الساعه 1 بقى. ده هتلاقيني من امبارح. وانا عماله افتش عليك. دي حاجه، اسمح تيجي معايا. حال ايه؟ هي دي. نبيل انا خايفه عليك من البنت دي، دي بنت نصابه. نصابه؟ يبقى هي دي. اهلها مشبوهين والبوليس مراقبها. بوليس؟ هي دي. اخس عليك وعلى ذوقك، باين عليك بتحب الغمرمه. اموت في الغمرمه والغمغمه. سيادتك الكذاب، حضرتك غشاش مقلبجي. ليه بس يا عم؟ بقى لي ربع ساعة في التليفون عمال اقول الو و200 الو ولا حدش رد، بتعمل لنا بسيادتك؟ ابدا ابدا والله يا عم، لازم اللي طلبك قفل السكة. قفل السكة؟ كتكو داهية، اقفل بوقك انت من سكات. جيل زي الزفت، ذرية فاسدة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتصل بخمسة ياخد بالك. واخدة بالي. احسنتي قوي قوي قوي. الساعة دلوقتي بقت 12، واخدة بالك؟ واخدة بالي. شايف يا بابا؟ كأنها صاحبة الحفلة واحنا اللي معزومين عندها. ما هو البركة في اقتراحاتك المهببة. البنت دي لازم تخرج من هنا حالا، على حطها. خولي بالك، أنا هطردها لك بصنعة لطافة، ويبقى العدد 39 39 زي بعضه. بعيد 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 بعيد. يا أنيسة نانا، يا أنيسة نانا. كلمي أنيسة نانا. مين أنا؟ طبعا أنت نسيتي اسمك ولا إيه؟ لا أبدا ولا حاجة. نعم في حاجة؟ جه تليفون من سعادة الباشا، أبوك بيقول إني في حالة خطيرة جدا وعاوزينك في البيت حالا. إيه؟ بابا ويلاه، ابي بابا ابتا ماي فاد، ارحمه يا اله السماء، لقد هددته الالام وزعزعته الاوجاع. لا حول ولا قوه الا بالله، الحاله خطيره قوي قوي. يلا بقى يا ست نانا روحي شوفي ابوك وخلصينا بقى. ما اقدرش ما
اقدرش اشوفه بيتقلب، ما اقدرش اشوفه بيقول اه. حرام يا اخوان، لا يستحسن انها تفضل هنا. يستحسن ازاي؟ لازم تروح تشوف ابوها، مش هيجوز يموت. ايه يموت؟ الله ويلاه ربا. ما تسيبها يا ولد. اسيبها بس ازاي يا عم؟ لازم اوصلها. توصلها باي حق يا بارد؟ حبا في الانسانيه. حبا في الانسانيه، ومفيش حد بيحب الانسانيه غيرك انت. انا بحب الانسانيه. سيب، بقول لك انا بس اموت في الانسانيه. انا عاوز اوصلها بس يا عم. يلا بينا، يلا يلا. شايف يا بابا؟ دول بيتخانقوا عليه. مجانين ملاحيس. سلامتك. الساعه بقت 12 وتلت. شد حيلك، بقى 12 ونص. خدت الاتنين وخرجت. قوي. بعيد 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 بعيد. اين انت يا بابا؟ الله، دي بتضحك. لازم حصل لها خلل في علامة صدمة. يا حضرتك، دي نمرة بابا دي العيادة، موضبها مع الفرد شعفر عشان ازغم الحفلة. يا بنت الجنية. تحب اوصلك بعربيتي؟ نو نو نو، انا عربيتي تحت امرك. نو 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 نو، انا عربيتي موجودة. الله، اسمه ايه سواق؟ امال فين الشوفير؟ لازم رحلة عشان هاخد تاكسي. ايوه تاكسي، ايوه تاكسي. تاكسي احسن. تاكسي تاكسي. في تاكسي. انا عامله ايوه تاكسي. اتفضلي. ميرسي. روفار عتبيت. روفار حصليني. روفار نبيل بيت. روفار هحصلك. اتفضلي. باي باي. باي باي. مع السلامة. باي باي. ايوه تاني. يا سلام. جنان. حوزة معجونة بالفن. محشية بالقشطة. الله، انت ازاي هنا يا سيدي الفندم؟ ما روحتش ازاي؟ انت لسه هنا يا عمي؟ الله، انا عندي مشوار مهم. يا سلام، عمرك اطول من عمري. انا عندي كمان مشوار مهم جدا. يلا اتفضل. مع السلامه. مع السلامه يا عمي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. اتفضل يا فندم. مع السلامه. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. يكحلك تسمع بيانو او تسمع هذا الموسيقى.
أول ما كلمني قلت له الله، وأول ما ضحك لي قلت له قاع. أنا استخفيت دمه. أم هو استخف عقلك؟ فاشر، ده أنا جننته، ده أنا خليته هو بقيت المعازيم عباسية. ربنا يشفيكوا جميعا. ها وبعدين؟ أقول لك الحق، عجبته قوي وهو عجبني جدا. بس خايفة، خايفة يا بنتك يا بنت خالتي. خايفة من أي روح بنت خالتي؟ أصل شكرية هانم قدمتني ليه باسم نانا، بنت واحد باشا كبير، ومش عارفة أعمل إيه دلوقتي. لازم اقول له على الحقيقه. يا خيبتك يا خيبتك، دي الحقيقه مر. اوعي يا بنت، اوعي يا بنت تغلطي وتقعي بلسانك وتقولي له على مركزك في الهيئات الاجتماعيه. لا، خليكي بنت باشا كده على طول. لا، ده يبقى غش 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 غش. ما دام الغش بيجيب القش، اغش طيري ولا اقول له هش؟ خليكي وراه، اثبتي لحد ما تعمله قلبه زي الغويشه في ايدك، واخده بالك؟ وبعدين مش هيقدر يطلع منها، وفي هذه الساعه لا يستطيع ان يتقهقر. مظبوط، عندك حق، لا يستطيع ان يتقهقر. يا بنت جننتي ايه؟ الساعه الساعه مش معنى بقت واحده. يا ترى زمان انتم بيعملوا ايه دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هما مين؟ انا معناش حد في الاوضه. لا، ده نبيل بيه وعاصف بيه. بقيت في حبك تغلالي، والدنيا من زيك فيها نار عايزه تملي، وابور حريقه يطفيها. وعدي وعدي. الله اكبر. الله، دي لازم هي. انا هستخبى واعمل لها مفاجاه. أنا جيت هنا لأن اللي هنا قالوا لي أقابلهم هنا. لا يا فندم، أنا صاحب كل شيء هنا، أنا أمتلك كل شيء هنا. حتى اللي ساكنة هنا؟ مين هي اللي ساكنة هنا؟ الأنيسة نانا بنت باكش باشا. لا يا فندم، الشقة دي بتاعتي أنا. لا يا فندم، الشقة دي بتاعتها وهي اللي ادتني المفتاح. نانا اللي ادتك المفتاح؟ أيوه، وقالت لي أقابلها هنا الساعة واحدة. تقابلك الساعة واحدة؟ أيوه. بصحة أكبر حمارين في العالم. هم مين الحمارين؟ حضرتي وحضرتك. أنا مش فاهم حاجة أبدا. ما هو المفتاح اللي خدته سيادتك من ست نانا، هو ده مفتاحي أنا، أنا اديته لها. ودي شقتك؟ آه، شقتك أنت؟ أيوه. لكن أنت إيه اللي خلاك تطب وأنت بتقول على الحب والستات كلام فارغ؟ اللي خلاني أطب غرض شريف طبعا، كنت عاوز أمتحن مواهبها الفنية. وأنا كمان كان قصدي كمان أمتحن مواهبها الفنية، لكن طلعت بنت حنت كلها مواهب. دي قلة أدب، دي خفة دم، دي بنت غشاشة زي البغاشة. أنا قصدي شريف. وأنا أشرف من أبوه. أنا هفرقع منها، هطرشق منها، لكن أنا مبسوط منها، أنا متكيف منها، دي بنت جنية. جنية؟ أنا هعرف إزاي أدخلها في أم وأخلص طارك وطاري منها. بس هتقابلها فين؟ أه صحيح، هقابلها فين؟ معرفش عنوانها. أه يا نار، لو أعرف هي ساكنة فين؟ أخ افتكرت، هي قالت لي انها بكره هتكون في محل ازياء ست البيت. يا خوفي لو يكون مقلب جديد محضراه لجنابك. على كل حال، انا من الفجر هكون على باب المحل، وانا وهي والزمن طويل. انا وانت في الهوا سوا سوا. انزل يا نمس، انا عاوزك تحقق ودقق لغايه ما اذا حققت ودققت والبوليس قفشني اعمل ايه يا فندم؟ انت لازم تحقق ودقق بين السبب. اتفضل يا هاني. لا، مفيش حاجه احسن من كده. من فضلك يا ماما. نعم يا بيه. عايز جوانتي؟ اه حاضر، اتفضل. مسك زمان اتنبل جايه منك، وانا خايفه يشوفني بيها للزباين. مش امال ايه ده مزيه؟ نعم. عايز جوانتي تديلي وشراب؟ اعمل لك ايه؟ ما هو جوانتي رجلي. انت ما قلتليش عايز جوانتي ايه؟ عايز جوانتي يد رجال. اه حاضر، قلبي بيطب قوي يا مسك. ما تخافيش، امال وتمي الاكل هيشوف بقى. الله الله. اهو جاي. حيني يا مسك يا بنت خالتي، مش عارفه اعمل ايه. تعملي
تعملي ايه؟ تديني جوانتي وتخلصيني. ما عندناش كوانتيات كبرنا. في عيني يا اخوان المجانين دول. استخبي يا بنت اواه. اقلع المريض. حاضر يا هانم، هفرجك على الحراير اخر موضة. اتفضلي يا هانم، حاجة حلوة قوي، حاجة شيك خالص. لا مفيش من اهدى من ده شوية. هيا بي. هلو، هل انا بالبيت؟ هلو، بونجور مدموزيل نانا. احب البنانة. اخيرا وجدتك، بقالي ساعة ابص في وشوش حلوة وشوش مكعبرة. وعلى ايه الهوسة دي كلها؟ علشان اعاتبك على المقلب الوحش اللي اديتهولي. كان سبريس حلو، مقلب لطيف. لطيف قوي، شربات قوي. هو ايه ده؟ لو مش سعاده البيت. يلي عرفت تنقي يا هاني، يلي بتفهمي في البضايح كويس يا هاني. انت ظنك فيها بطال. بالعكس، انا مش من الناس اللي وشهم لون وقلبهم لون، انا كلي لون واحد. وعمره ما يبحث في الغسيل. هو ايه؟ القماش يا ها. انا لو كان لي اي قصد تاني كنت قلت لك بصراحة، أنا ما بخافش. ولا بيكشش. هو إيه ده؟ القماش برضه يوه. أنا مش عايزة الهانم تفرط في القماش ده أبدا. إيه يعني عاجبك؟ عاجبني قوي قوي، ده يعجب الباشا. لكن غلي عليا. الغلي يرخص لك يا روح، ده بيقول لك تعاليلي، خديني، اشتريني، فصليني، ده يعيش معاك العمر كله من غير نفتالين. افرحها. ايه هي يا سعادتي؟ العيد اللي على وش الفنجان بعيد بعيد. ما بس بقى يا بابا، خلينا نخلص بحكايه بومبا. بقى البنت بومبا الملعونه دي عملت كل ده. كل ده وبس؟ دي ما تربتش ابدا. تصور ان ظبطتها بتسرق ازازه اوضه كولونيا من عندي. سرقاها؟ وسرقت ازازه ويسكي من البوفيه. ويسكي؟ ده انا هخلي نهارها اسمي. ده مش كفايه، لازم تترفت من هنا حالا. دي اقل طرديه تعملها لنا، والا هنضطر نقطع معاملتنا مع ازياء البيت. يا خبر، وانا عندي كام زبون زيك يا هانم، هطردها حالا قدامك، هرميها تهوم في الشارع. دلوقتي تسمحتي معايا، لان انا عندي مفاجاه هايله ليكي. متاسفه انا بالبي، اصل بابا بيستناني في البيت. يا هانم ده اوكازيون، انتهز الفرصه. يا بومبا، يا زفت، يا قطران، اسنديني. اجمدي. ايه مالك مدموزيل نانا؟ لا ابدا ولا حاجه، بس الدخت شويه. ربنا يدوخ اللي دوخني. عن اذنكم يا بومبا يا زفت. معيشة ليه؟ انا في الخدمة. عاوزها علشان اخرب بيتها. تخرب بيتها ده ايه؟ كل واحد يتكلم على قده. انت ما تعرفش ان بومبا هانم اتخطبت لنبيل بيه المليونير؟ المليونير؟ طبعا، ما انت شايف واقف جنبها ازاي؟ يا كبد عليها، ما هنش عليها تاخده وتخرج بره تجيب حاجتها، كانت هنا عشان تنفع المحل اللي اشتغلت فيه. يا سلام، بنت اصل تمام فيها الخير. طبعا بنت اصل وفيها الخير، تعال سلم عليها، تعال بارك لها، تعال جر رجلها بكام الف جنيه. اتفضل يا بنت. فاهميني في ايه؟ اتفضل المدير. سعاده البيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. احنا تشرفنا يا هانم. الله يشرف عليك. نورت المحل. الله ينور عليك يا هانم. انت تأمر في ايه يا هانم؟ حراير، تواليتات، جزم. انت تلبسي 36، الجوز ده يعجبك؟ وهي هتلاقي جوز في جماله. نلف يا هانم. لف لف الاشارب الجميل الحلو ده. نلف يا هانم. لف لف ازازه الريحه الجميله دي، نلفها يا هانم. لف لف ثوب القماش الجميل الحرير ده، نلف يا هانم. لف لف. تسمحي تدينا العنوان علشان نبعت البضاعه لحد البيت؟ مش مهم يا هاني. انا عارفه العنوان. صحيح. ايوه طيب. يلا بينا بقى. يلا بينا. وسعاده البيه هيبعت شيك بالحساب. يا فندم المحل كله تحت امرها. انا متشكره قوي قوي يا حضره المدير، انا مش هنسى لطفك ولا زفك ابدا. العفو يا فندم، انا خدام السياده يا فندم. مع السلامه يا هاني، خلي بالك من البضاعه يا هانم. كيف ايوه. مع السلامه يا هانم. ميرسي. الله، نبيل وسعيدها. ومعاها نبيل. انا هتجنن يا بابا. تعال هنا يا حضر. نعم يا سعاده البيه. انت رايح تطردها وتهزقها ولا توصلها لحد الباب وتبوس ايدها؟ هطردها ازاي يا سعاده البيه؟ ده اصبح الزبونه مهمه جدا، ده خطيبه نبيل بيه المليونير. خطيبه نبيل؟ اسندني يا بابا. ما تشيله. دعي دعي. اتفضلي اوصلك عشان عاوزك في حاجه مهمه قوي. لا والله هنا بالبيت، فرصه ثانيه ان شاء الله. انت مستعجله قوي. فرصه ثانيه ازاي؟ خلصت تكسفي العربيه؟ ما اصل ما اتفضلي يا مصطفى. اتفضلي. بونجور مومبي. اهلا. ايه جرس هنا؟ تسمح تنزل من العربيه؟ انا ما انزلش، انت ما تركبش معانا. ما اركبش ازاي ولا معقول؟ اسمحي بقى نوصلك فين يا مدموزيل؟ ايوه في البيت طبعا. البيت فين يعني؟ البيت فين؟ البيت هناك، هناك في اسمها دي؟ اسمها الزمالك. الزمالك. سوق الزمالك. سوق الزمالك.
فين الجمال؟ قلتي الجمال جنبي سايق علي الدلال، يا خسارة يا قلبي. ايه؟ ما تزعلش من البيت، سعادته قصده نبيل، والذنب ذنب عينيه، بتحب كل جميل. لو شاف قوام مياس يفضل يقول يا ناس الحسن جنني، وان شاف عيون حلوه يعمل لها غنوه مطلعها عنني. اولا لا يا خالي، الدم دم تقيل ودم خفيف، ارحم عبيدك من اللي دمهم يا لطيف. ايه؟ وايه دي ليه او علشان ايه؟ والبي كلام وجميل وظريف، ما ياخدش على خاطره من البي الا اللي دمه صحيح يا لطيف. والدم ده اصنام تقيل وبيتعكر، والدم كله خشاب لطيف وفي سكر. اولا لا ادي الكلام العسل شغل الحوامديه، ياللي كلامكم بصل اتعلموا شويه. بعدين بقى في سعاده البيه المره دي رد انت عليه. رد انت؟ لا رد انت. لا لا رد انت. اقول لك سيبك منه. من امتى انا بسال عنه؟ ايه؟ اهو خد على خاطره ولا جاش على فكره، ان احنا الاتنين بنحبه وقصدنا نريح قلبه ونسيبه يسرح في خياله، يمكن ينقول اللي بباله. على فكرة كان بدي أقولك. على إيه مسؤول؟ من قبل ما عينيا تشوفك كان بالي مشغول، كان بالي مشغول، كان بالي مشغول، ولما شفتك ولقيتك ارتاح بالي واتحققت لي بغمضة عين كل أمالي، كل أمالي. مش ده بيتكم؟ أيوة هي دي. على المصباح انزل هنا لحسن بابا يشوفني معاك وبعدين يعمل اسكندال. طيب مع السلامة يا جميل. باي باي. مع السلامة. باي باي. مع السلامة. اسمعني بقى، حتة بنت مفعوصة سيدي تلطش مني نبيل، انا هتجنن. هتجنن انت؟ خلاص انا كنت متعصب اني اصلح مركزي المالي بالجوازة دي، لكن العصب خاب والعبيص طار. فشر، ده انا اللي هطيرها، هوديها في داهية، هجيب لها مصيبة اوديها السجن. دي بنت عفريت، دي بنت شياطين، دي تنفد من مليون تهمه. انا هبلغ البوليس انها سرقت الفستان اللي سلفته لها ليله الحفله، ولما هيفتشوا بيتها ضروري هيلاقوه وتاخد لها 6 اشهر. يا سلام على افكارك المؤذيه، انت بنت حلال طالعه لابوكي. محافظه؟ بونجور مانشير ماما. ايه 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 يا بنت اللي عوج لسانك بالشكل ده، ما كنت زينا. لا قصدي اقول لك نهارك سعيد. طب يا اختي كلمي بالعربي، لازم بالخواجات. يجازيك يا بنت، والله عاد النهارده تقولي لي بنجور، بكره تقولي لي روزبيت، بعده تقولي لي كاليميرا. يجازي شربطات. يا نهارك المنين بتاعي يا بنت هنا، جبت منين الشياكات دي كلها والفروه الزواتي دي؟ انطلي قولي اوامك، من اين لك يا هؤلاء؟ اشتريت. اشتريتيهم ولا سرقتيهم؟ فشر ليه، وانا حراميه قطع لساني اللي يقول كده؟ معلوم قطع لسان وانف ومعرفه. ايه اللي جابت بدر؟ اصلا طردوني من المحل. طردوكي؟ لازم ظبطوكي ثم طردوكي ومسيرك تروحي في حديد، اهو ناقص علينا المباحث والنيابه والكراكون. روحي افتحي الباب بيخبط، اتحركي شويه يا اختي، هز طولب يلا اخلاصي. يا لهوي دي بلا
معلش العين يا ماما. يا مصيبتي يا خرابي يا جتتي اللي اتلبشت يا علي. فين المدوة بومبا؟ انا في حاجة. طمني وريح قلبي يا ظابط بي، هي سرقت حاجة من المحل؟ لا، لكن اتقدم لنا بلاغ من شكرية هانم بنت شاكر بيه عبد الشكور شكري، تتهم فيه بومبا بسرقة فستان سواريه، واحنا عندنا امر من النيابة بتفتيش البيت. لا يا حضرة الضابط جذابة، انا فقيرة لكن عيني مليانة. على كل حال لازم نفتش البيت. فتشوا البيت، اقلبوه من فوق لتحت لتحت لفوق، اهو في حاجة هنا ولا هنا ولا هنا. من فضلك سيبينا نفتش البيت بمعرفتنا. خش اتفضل اهي قلت اهي، خش فتش. ليه هو انا خايفة؟ قال يعني خايفة قال الخايفة. الحقيني يا اما يا دي الفضيحة المسكرة اللي جت لنا في علم الوصول. ما تخافيش يا ام، خليهم يفتشوا زي ما هم عايزين. الفستان سواريه ليه؟ هو احنا وشي زلوكة؟ كان على عيني. الفستان اتكوى واتنظف اهو يا ست بومبا، خليتولك حاجة قلصت قوي، جايلك هوا اللي كلك قشطة يا بلاوة حاجتنا. ايه ده يا ست حازمي بوظت المكوى؟ القصد امرنا لله، نروح لكويه تاني بقى. مفيش فستان بالاوصاف اللي بلغت عنها شكرية هاني. فاشر، ده احنا ما نلبس كربشين بالحرام ونلبس كرب خشب الحلال. انا متاسف، ده يظهر انه بلاغ كايدي. نهاركم سعيد. بلاغ كايدي؟ طيب ده الحوار شكرية هاني دي في داهيه، هنرفع عليها قضيه في مجلس الدوله، هناخد رد شرف، هناخد تعويض، هنسحب منها رتبه الهلم ونخليها شكرية حال. يا اختي جراهي يا جماعه، ايه الزحمه دي كلها؟ دفع عقبال عندك. قلبي يا ناس، الجزء الاول اول مره. وكفنها النايمة أسرتني، حسيت بالقلب اللي فايتني، خد عقلي معاه وشرد مني. دور
فكرت ما بين سحرك فنا قالوا ده هربان جوا عيونا وعيونها دي بحر اتوها انا فيه فين قلبي يا ناس دلوني عليه فين قلبي فين قلبي يا ناس دلوني 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 عليه ده مني انا شفت قوامها بيتمايل سكرا بجماله ودلاله قلت ده قلبي في هوا مايل وان كان كده يبقى هنياله حبيت اطمن واسالها عن قلبي ضحكت قلت لها ده شربني الكاس وانتي سقيتيه فين قلبي يا ناس دلوني عليه فين قلبي يا ناس دلوني 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 عليه ده مني خلاص اسأل عنه شفايفها قالوا مخبي في ورد الخد قربت لشفايفها قطفها منعتني بنظرة سامي العين خلتنا احتار ما بين نارين خلتنا احتار ما بين نارين نار شفايفها ونار الخدين والقلب لهيب الهوى يكويه فين قلبي يا ناس دلوني عليه فين قلبي فين قلبي يا ناس دلوني 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 عليه ده مني ده مني خلاص زايد 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 فين قلبي يا ناس دلوني عليه برافو برافو هاي مدهش انت معجزه القرن العشرين احسنت قوي يا استاذ ابداع اعجاز برافو وكلمه برافو لما يقولها الاستاذ عادل نجاتيف المخرج السينمائي الرائع اللي هو انا يبقى لها قيمتها متشكر قوي يا استاذ عادل نو 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 انا سمعت منك اللحن ده قبل كده لكن المره دي كانت الانغام طالعه من قلبك كان الفن طالع من عينيك كانت كل كلمة طالعة وروحك طالعة معاه ده له سبب يا أستاذ البطل اللي كنت دايرة فتش عليها أخيرا لقيتها مدهشة مذهلة معجزة أول ما هشوفها هتقول هي دي سلم لي الأستاذة دي وأنا هعمل منها معجزة فنية تهز الشرق الأقصى والشرق الأوسط والشرق الأدنى والشرق الذي لم يشرق بعد وده مش كتير على الأستاذ عادل نجاتيف المخرج السينمائي الزائع الصيتي اللي هو حضرتك شكرا ثم شكرا ثم زائد الشكر بس الحقني بحضرة المنتج عمك انا مشتاق جدا لعمك عاوز اشوف فلوس عمك اما بنت عفريتة صحيح طب وليه بتديني عنوانها غلط سلام عليكم وعليكم الله مالك ملخبط نظرك سعادتك ده بالشكل مش عارف اعتر فنان الله انت مش لاحظ ان في ضيوف عنا على اهلا مؤاخذة شكري هاني اهلا وسهلا احنا جايين لك مخصوص يا نبيل بيه عشان نعترف لك بالحقيقة خير ان شاء الله احنا جايين نفتح عينيكوا قبل ما تقعوا في الورطه الفظيعه دي موقعنا واللي كان قصدك ايه يا شكري يا هانم قصدي البنت اللي قدمتها لكم باسم نانا بنت بكش باشا لا هي نانا ولا ابوها باشا دي بنت نصابه وبتشتغل في محلات ازياء ست البيت واسمها بومبا بومبا اسمها بومبا اما اسم لطيف وانا اللي لبستها وهيأتها وعزمتها علشان المعازيم كانوا 39 39 على 3 يبقى 13 بعيد بعيد وعرفنا من المحل انها ساكنة في حارة بلدي اسمها حارة البيض والكحك سامع يا ابن المقرمش بقى حضرتها فقيرة وغلبانة وساكنة في حارة البيض والكحك البيض والكحك
دي على كده فقيده دق. هيا دي، وانا اللي كنت دايخ على عنوانها. متشكر جدا، متشكرين جدا جدا جدا. سعيد يا عمي. على فين يا ولد؟ على حارة البيض والكحك والصمياط. يخليك نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد يا فندم. بونجور. من فضلك، مش ده بيت الأنسة بومبا؟ يا اهلا وسهلا، يد النور اللي هل، يد القمر اللي طل. اهلا وسهلا، اتفضل. جزا الله فضلك، متشكرين، ممنونين. ما تحزناش على الزياره المفاجاه دي، احنا طبينا عليكم من غير لائحه ولا دستور. العفو يا سيد الملاح، استغفر الله. يا شربطات، يا لموناتا، يا كاكولا مثلجه. مش ده برضه بيت الانسه بومبا؟ ايوه يا سيدي، بيت الانسه بومبا، وانا المدام ام الانسه بومبا. اهلا وسهلا. وانا بنت خاله الانسه بومبا. احب البومبا واموت في القنابل الذريه. بقى انا جاي هنا عشان اتكلم معاكم بخصوص الانسه بومبا. بومبا خدامتك، اتفضل. الطلب ايه يا عظمتك؟ وبنت خاله الانسه بومبا جريتك تامر بايه؟ شباك عبيد وملك ايديك. انا عاوز بومبا وموافق على شرطكم ومستعد ادفع لكم كل اللي انتوا عاوزينه. هو احنا نقدر نتاخر؟ ده احنا نشيلها لك على دماغنا ونوصلها لك لحد البيت. يا بختها، يا هناها، يا اسمتها اللي زي القشطه. لكن بس لازم تعرف يا نبيل بيه ان بومبا من عائله قديمه في الفقر. انا ما يهمنيش ان كانت فقيره او غنيه، انا اللي يهمني انها تكون مطيعه وتسمع كلامي. هتكون خاتم في صباعك. من ايدك دي لايدك دي. تقعدها في الشمس ما تقولكش حران، تقعدها في الظل ما تقولكش بردان. عظيم، يبقى اتفقنا، انا مستعد ادفع لها 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ وعلشان ما تغيروش رايكم او ترجعوا بكلامكم، انا احب اكتب العقد دلوقتي حالا. نكتب يا اخويا دلوقتي حالا يا ضنايا. بنتي مستني. نعم يا خالتي. اجري اوامك على عمك الشيخ حسن، قولوا له يجي يمضي العقد. حاضر من عينيا. يا عم الشيخ حسن، يا عم الشيخ حسونه. من تلك التي تنادي باسمنا الكريم؟ انا مستكه يا عم الشيخ سنسن. تعال اوامك واطمع عدى فترك وقلمك وادي في الشغل كلها. دقيقه واحده، دفاتري واقلامي وعدتي تحت امرك يا مستكه. الشيخ حسن ده يبقى مين؟ يمكن شيخ حارتهم، يمكن قريبهم، والله اعلم. تعالي يا بومبا تعالي، مكسوفه من ايه بس؟ انت ما تعرفيش نبيل بيه؟ بومبا. ايوه بومبا، مش نانا بنت باشا وبنت بيه. انا فقيره وعيلتي فقيره وساكنه في البيت الفقير ده. كل ده ما يهمنيش، بنت باشا بنت بيه، المهم عندي ان انت البنت اللي بدور عليها ومش ممكن الاقي زيها. كل الاحبه اتنين اتنين، وانت يا قلب حبيبك فين؟ نحن هنا. انت؟ انت مين؟ النمس. النمس؟ من النمسة؟ لا، من القلعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا دخلتك الحلوة يا شيخ حسن، اتفضل. يا مجمح شمل الحباب يا شيخ حسن، شوف شغلك يا شيخ حسن. هو حضرتك تبقى الطرف الأول؟ أيوة يا فندم. يا أهلنين وسهلنين، يا ألف مبروك عليك. الله يبارك فيك يا عم الشيخ حسن. ان شاء الله يكون زواج سعيد وموفق يا ابني. زواج؟ زواج ايه يا استاذ؟ زواجك بالآنسة بومبا. لكن انا مش هتجوزها. سلامة عقلك يا دجادة، انت مش بتقول عاوز تكتب العقد؟ طب ما احنا جبنا لك المأذون تكتب العقد. صحيح، ادي العريس وادي العروسة وادي المأذون. يا اخوانا انتوا غلطانين، انا مش قصدي عقد زواج. امال قصدك ايه؟ عقد ايجار؟ تقريبا. انا هاخد الانسه بومبا لمده شهرين وهدفع 1000 جنيه. وبين الله النهارده هاخد فيك سنتين. وهو احنا وش زايد ده؟ طب النهارده وقعتك طين. بس سنتين مش كفايه، هاخد فيك تأبيدة. تأبيدة مش كفايه، انت تاخدي فيه اعدام. اديله يم، هو فاكرني مين؟ عشان فقيره او مبيع شرفي؟ كان على عيني. يا اخوانا بس افهموني كويس، انا عاوز بومبا تشتغل معايا في فيلم، في السينما، يعني عقد عمل. امال كنتم بتندهولي ليه؟ ما تجيبوا لكم مأذون من مترو جولدن ماير. خيمة الله عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. يا وشك النحل يا شيخ حسن، يا خرجتك الظلام يا شيخ حسن. أنا متأسف يا بومبا على سوء التفاهم اللي حصل. وأنا متأسفة جدا إن أقول لك اتفضل اخرج برا. برا؟ أيوه، خيبت أملي. إن شاء الله يخيب أملك. بس فهميني يا بومبا، أنا ما عملتش حاجة تزعلك. اخرج برا، كسرت قلبي. إلهي تنكسر رقبتك. لكن أنا بعرض عليها المجد والشهرة والفلوس. أموت الفلوس. أنا مش عايزة منك حاجة أبدا. يلا اتفضل، مع السلامة، اخرج برا. والمجد؟ مجد برا. والفلوس؟ برا. طب الشهرة؟ 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 بس 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 برا 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 برا. وقالوا لنا هاتوا الشيخ حسن، وقد احنا جبنا الشيخ حسن. لا كتبت كتاب يا شيخ حسن ولا محضر حتى يا شيخ حسن. يا سواد اسمتك يا بنتي.
وضعهم غريب قوي قوي. الله عمي، ايه اللي جابك هنا؟ ضربوك وبهدلوك وشخلعوك ولعنوا ابو خاش اللي خلفوك. حصل 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 ووصل يا فندم. بس يا حيوان انت نبيل، انا هجيب لك بومبا وشغلها معاك في السينما. هتشغلها بس معايا ازاي يا عم؟ بالفلوس، كل الناس تحب الفلوس. ما عرضت عليها 1000 جنيه بس هم فاهمين غلط. طلعت ال 1000 جنيه؟ هطلعهم منين معيش؟ لكن انا معايا محفظتي اللي هتتكلم، مش انا اللي هتكلم. ما اظنش يا عم. انا اظن ونص كمان، انا طالع لها، اسمعني على البيت. طيب بس عاسف، عشان يحصل لك زي اللي حصل لنا. لا مؤاخذة، نهاركم سعيد، أنا عم نبيل. عبد دبب منك له، جاي لها. أنا نفسي يا عمو، عايزاه يا عمو. حلمك عليا شوية يا ستي، كلام أخد وعطى، أنا جاي بخصوص نبيل. أرجوك يا عتبي، أنا مش عايز أسمع حاجة عنه. لكي حق، أنا عارف الألم اللي سببهولك نبيل، وعلشان كده أنا صممت وجيت أقف جنبك لحد ما نجيب بوز نبيل الأرض وأخليه يبوس إيدك قبل رجلك. لا، أنا مش عايزاه، أنا بكرهه من كل قلبي. لكن قولي، إزاي نجيب بوز الأرض؟ نخنختي تاني يا بنت المخروعه. والله يا اختي اللي يفتح قلبك يلاقي سنابيل قاعد فيه حاطط رجل على رجله وبيشرب شيشه. اخ يا ناري، نفسي اغيظه، نفسي اطققه. لو كنت الاقي واحد اجمل منه واشك منه واغنى منه يا خساره. لو كنت انت صغير شويه، لو كنت حلو شويه، لو كان بس فيك نفس شويه. دي لو كنت يعني ما فيهاش حاجه تنبلع. ده انت تتزغط، ده انت تتلهت، ما تاخدش على خاطرك، دي زي بنتك. وبعدين في الكلام المؤذي ده بقى، امنت بيك يا حي، شبه المرحوم ابوها تمام، مناخير المرحوم، بق المرحوم، حواجب المرحوم، عينين المرحوم، خف الدم المرحوم. يا ستي خلي المرحوم نايم وساكت في قبره، وبعدين في الكلام اللي يذم البلد ده. يا خفافتك. اسمعي يا حبيبتي، انت مش عايزه تفرشي نبيل؟ اه خلاص، اشتغلي ممثله سينما. ايه ممثله سينما؟ وانا هرشدك على الطريقه اللي توصلك للغنى والفلوس. آه. الفلوس هي الكوبري اللي يوصلك من بر الندامه لبر السلامه. كده السناره اللي تطلع لك السمكه من وسط البحر، البندقيه اللي توقع لك النسر من وسط السماء. يا سلام على كلامك اللي بيخر من بقك زي فتافيت الصبح. العفو يا ست هانم، العفو. ولما تشتغلي في السينما وتوصلي توصلي للغنى والفلوس، وساعتها تلاقي نبيل واحسن من نبيل، يجوا يركعوا قدامك ويبوسوا ايديكي ويترجوكي، وساعتها كده تبصي لهم انت كده بكل احتقار وتقولي لهم كان على عين. صوري بقى في ده لما يشوف صورك ماليه جرايد البلد، جرايد الصباح وجرايد المساء، واسمك بتنطق في البلد كلها، بومبا قنبله الشاشه البيضاء، بومبا نجمه السينما، ساعتها يمشي في الشوارع مخبول مجنون ويكلم نفسه ويقول كان على عين. لا يقول لي خلاص انا تبت، سامحيني خلاص، هجننه هفرتكه، وساعتها يروح يقول لك اترجها لي يا عمي، تقوم تقول له كان على عين، هيصرخ هيصوت هيخبط دماغه في الحيط برضه، تقول له كان على عين. خلاص يا اما هشتغل في السينما، ايه رايك بقى؟ اه سينا سينا ثمان يا شبت ورور، مفيش كلام من ده. طيب والكلام ده بقى ينفع ولا لا؟ هو ده الكلام اللي ما ينزلش الارض، الدوله اللي في قلبك كله. اتفضل يا فندم. كان على عيني. سكوت. استعراض مصباح علاء الدين. علاء الدين جاهز؟ جاهز يا استاذ. جاري ياسمين جاهزه؟ ايوه استاذ حالي. اتفضلي. المشهد الاول من استعراض مصباح علاء الدين. ايه مين علاء الدين؟ هو انت؟ كان على عيني. مين هي دي ياسمينه؟ ايه الحكايه؟ شغل من فضلكم شغل. انا مستحيل يا استاذ اشتغل مع الاستاذ ده. وانا يستحيل يا استاذ اشتغل مع الاستاذه دي. ده شكل علاء الدين، ده شكل اسماعيل ياسين، وده شكل ياسمين، ده شكل شبوكه. هتبوظوا الفيلم، هتخربوا بيت المنتج. المنتج فين المنتج؟ انا عارف انك بتقولي في عقل بالك ان انا سائل ورزيل. الله يسامحك، مش عارفك بقى ان انا سائل ورزيل. انا مش هرد عليك، انا مخصمك. وانا مخصمك. خلاص خلاصين. انا عارفه انك عاوزني اسامحك وارد عليك، لكن ده بعد، انا مش هكلمك ابدا ابدا ابدا، وان كلمتني مش هرد عليك. بس يعني ما كلمتنيش؟ وهكلمك ليه؟ عشان ما ردش عليك. بلاش امحيك من فضلك. ايه بقى انا بتنحك فيك انت؟ كان على عيني. خلاص خلاص. ايه يا خساره، كنت فاكر اني لقيت الجوهره الغاليه. وانا كنت فاكره اني لقيت الملك الطاهر. هتاري بتحب الفلوس. وهتاري بيحب شكري. انا بحب شكري. وانا ما بحبش الفلوس. امال بتحب ايه؟ ما اقدرش اقول. ليه؟ احسن تغدر بيا. مش ممكن. وتروح لشكري. مش ممكن. يعني صافية لبن؟ صافية لبن يا حبيبي علاء الدين. يا حبيبتي ياسمين. استعدوا، يلا البحارة فكانهم، استعدوا. الله الله، ايه الحكاية؟ انتوا بتبتدوا ختم الرواية قبل اولها ولا ايه؟ لا شغل من فضلكم شغل، مش كده؟ فين البحارة؟ يلا استعدوا، كل واحد مكانه، البحارة والجبال، يلا الخيالة من هناك.
من رزق بإيدك من ربح العال من رزق حلال ده الرزق بإيدك حاسب عالموجة يا ريس الموجة عوجة يا ريس حاسب عالموجة أبري الرب يا عروس الحق يا عريس طونس يا حلاوة صنعتها بالشمع تنور لك دارك والشمع لو النسمة طفيتها يتبك فيا أنوارك طونس أبري وسع ارجع اطلع وسع ارجع اطلع احكي كبير غمض عينك هتعدي ست وياسمين جاي سلطان السلاطين جريت السلطة سيدك ابعد عني
وحياة عيونك التي في طرفها حور، حتكوني بكرة جريتي وعينيك بشاور. امسكوا يا حرس اضربوا قدموا ثم بعدين اذبحوا. اهون عليكي احبسوه انا بين ايديكي اضربوا حني عليا قدموا ليه القاسية كركروا. شبيك لبيك انا خدمتك انا ملكيتك قول يا وامك تطلب ايه عايز ايه. عف 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 عفريت عايز اطلع حالا من هنا وفك يا اختي سجننا. امنت انك عفريت هديه وامك شيطان وابوك جنيه ابني لقصري اديه في دلاله في الف ليله ما فيش مثاله. فين الخدم فين الحشم فين الموسيقى والنغم. يبقى ودع عفريت صحيح لو تجيب ياسمين تروحي طير على بوصات الريح. هات هنا بلسم جروحي هات هنا بلسم جروحي. الحزن ده فين زي يقولولي فين اوصفها فين اوصفها. دي العين والعين لو بصولي جنة باشواقها باشواقها. وسنان صفين ضر يقولولي بين شفايفها حلاوة ياسمين حلاوة أبري فوانيس أبري فوانيس أبري فوانيس أبري. برافو مدهش عظيم ستوب. كنت هايلة يا بومبا. كنت هايل يا نبيل. كنت مدهشة يا بومبا. كنت مدهش يا نبيل. اسمعي نعم. الناس بتنجاحك أنا عازمك الليلة على العشاء ممكن؟ ممكن ممكن قوي. طيب يا بس استناني أما أغير هدومي. طب أنا نازل معاك. طيب. يلا يا
لازم تخطفيه منها زي ما خطفته منك. يقولوا علينا الناس ايه لما بنت غلبانه زي دي تهزمك وتاخد خطيبك منك؟ انا هنكد عليها النهارده، هفرسها، هجننها. شد حيلك وريني همتك، خشيله. نبيل حبيبي. اهلا شكريا، ازيك؟ يا مدموزيل تنام شويه، انت جننتي ولا ايه؟ ما اقدرش يا نبيل، بحبك يا نيني. وبعدين بقى انت لازم تسهر معايا الليل. متاسف، عندي ميعاد مهم جدا. اتفضلي بقى. اخص عليك قليل الذوق، انا هقول لبابا. ان شاء الله تقولي لماما حتى. بومبا، انت جاهزه؟ ها مالك ما بترديش ليه؟ عاوز نرد عليك؟ اتفضل. اتفضل ايه؟ الله، ده احمر. ايوه حمرة الخجل، اصلك بتنكسر. بومبا حبيبتي اسمعي يا ستي، انا حجزت لك الليله ترابيزه في كازينو سوا سوا علشان نسهر سوا سوا. انا تحت امرك يا روح قلبي، نسهر سوا سوا. والبعض لوحده. يلا بينا. يلا وبعدين؟ تعالي انا هخلي عمه يهزقه. شكريا حبيبتي حياتي. ايه ده لازم اتجنن؟ ايه اللي قلبت قوام بالشكل ده؟ اصل انا كنت بمتحن حبك ليا. تسمح نسهر الليله في كازينو سوا سوا؟ تسمح يا شاكر بيه؟ اسمح قوي، هو انت غريب يا ابني. هتيجي معنا يا بابا؟ لا انا ما اقدرش اسهر، يستحسن انكم تكونوا سوا سوا والاب لوحده. بابا لطيف قوي قوي. بصحتك يا حياتي. بصحة الهوى والشباب، بصحة الصبا والجمال. انت واخده بالك صاحبنا واقع مع شكريه لشوشته. وانا يهمني حاجه؟ ده انا بحب اجمل واظرف عجوز في الدنيا. مزاج عفش. بعدين يعني جرسون. افندي بيبي، تقول للبيه اللي جنبنا في الترابيزه دي اختشي على دمك. حاضر. يا سعاده بي. ايوه اختشي على دمك. قول لي سعاده البيه اللي اختشوا ماتوا. حاضر يا سعاده البي. افندم. اللي اختشوا ماتوا. اسمع يا جرسون. افندم. قول لحضرته. يا سعادة البي. فلفل. امشي من هنا. حاضر. سيداتي سادتي، بينكم الآن النجمة الجديدة التي بزغت في عالم السينما، الآنسة بومبا. ونحن نرجوها أن تسعدنا بشيء من فنها الرفيع، كما نرجوها ألا تعتذر. هغني لكم اغنيه جديده اسمها الهوى. والشباب؟ لا، والعواجيز ونغيز. فليحيا الهوى وليسقط العواجيز. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.
فين يا اختي؟ قولي لي اعمل ازاي عشان اتخلص من الشبان اللي بيعكسوني. مادام لسه ما اخترعوش للشبان اللي بيعكسوا فليت ولا دي دي تي، انا هقولك على طريقه اتعلمهم من الادب، بس لو يجي شاب يسمح ويعكسني. انا اتحداك يا مدموزيل، الشباب ليه قوته وسحره. بقى حضرتك بتتحداني؟ طب اتفضل. اتفضلنا. بقى انا همثل الست اللي ماشيه في الشارع، وانت حضرتك لفندي التلم اللي بتعكسها. ودلوقتي هتشوفوا هعمل ايه في حضرته. مستعد؟ مستعد. يلا امشي ورايا عكسني. واحد اتنين. اتفضلي. يا قمر يا غزال، نظرة يا جميل. يا ست يا شربات يا اخي، حس شوية، حن شوية. ضايقتني، نرفزتني. يوه، اذا كنت ضايقت كنت ركبت تاكسي. وافرض معيش فلوس اركب تاكسي. تبقي كحيانة وغلبانة ومفيش لزوم للقلاطة. يظهر حضرته من صدف البارد جدا. طولت لساني ما نفعش، اذا هطول ايدي. طول ايدك يا اخي، طول. بقى يبقى مفيش غير كده. اما حاجة لطيفة قوي. طيب مفيش غير كده بقى. هات كمان كاسة بقى يا فني. ما كفايه شرب بقى يا نبيل بيه. أنا هفضل أشرب لغاية ما أنسى اسم البت اللي بحبها. اسألني بقى بحب مين؟ طب أنت بتحب مين؟ بحب بومبا. هات كمان كاسة بقى يا فني. طب لما أنت بتحبها ليه ما تخطبهاش وتتجوزها؟ الله يا سيدي. بتحب عمي وفلوس عمي. تعرف أنا هعمل إيه؟ هموتها وموت عمي وموتك. لا، وموت نفسي. لا لا لا، خليك عايز. انت موتهم هم، وبعدين موت نفسك، وبعدين موتني انا. قالوا تلاقي حد فينكم كلكم. اذا بدك تعال. يلا بينا. على فين؟ هموت عمي. عمي عايز ايه؟ دوت لحاجة. عمي انت ولا سكران؟ جدا. تبقى قليل الادب. جدا. اطلع بره. انا مش ممكن اخرج بره الا ما اصفي حسابي معاك. صفي على؟ انت عايز ايه يا ولد؟ عايز بومبا. عايز اتجوز بومبا. ده امل ابعد من نجوم السماء. بومبا هتتجوزني انا. انت عجوز. فلوسي هتخليني اصغر منك. مادام انت مصمم تتجوزها وانا مصمم اتجوزها، فلازم واحد يخلط طريق. اذا اتفضل اخلي الطريق. لا، مش بالكلام، بالسلاح. بالسلاح؟ ايوه، نتبارز. ابارزك؟ ايوه، ولازم واحد مننا يموت. كويس، خلاص اتفضل معايا. انت فكرك بهزر. فكرك بهزر. اتفضل معايا. بتضحك ايه؟ ثبتها. انت شايف المسدس ده؟ ايوه شايفه. انا هبرزك بيه على الطريق الاسطنبوليه. تعرفها؟ لا ما اعرفهاش. المسدس ده فيه طلقه واحده، لكن انهي طلقه في السته الله اعلم. يمكن تكون الاولى، الثانيه، الاخيره، وكل واحد منا يطلق طلقه وهو وبكته. انت لازم عارف الرصاصه فين. نعمل قرعه. نعمل قرعه. انت تختار الطره ولا كتابه؟ الطره. الكتابه. الكتابة. استعد للموت يا ولد. مفيش طريقة تانية للموت يا عمي. استعد للموت يا ولد، انا اللي هضرب الاول. طيب لحظة. اقف تنهار. من لم يموت بالسيف مات بغيره. اقف عدل يا ولد. افرد صدرك وقول اشهد ان لا اله الا الله. اضرب. انا مستعد. واحد اثنين. ما مدش. حلو، هات المسدس. استعد للموت. اضرب يا خسارة التربية دي. واحد اثنين. تموت يا عمي؟ لا ما موتش. هات المسدس ودع حياتك. واحد اثنين. في عرضك يا عمي.
وعدناش كويس يا عم. شو عبوع؟ الحمد لله نفست وقعتك سودة يا عمي. اضرب يا نبيل بيه، طلع روح سعادته. اضرب يا ولد، خلصني. الله، انت مالك مش واقف على بعضك ليه؟ خايف مني يا عمي؟ اقف عدل. ما تقف عدل، احنا بنهزر. اسمع بس يا عم، هات مسدس. انا نفسي في الدنيا لسه. اخس يا جماعه، يا هات مسدس. تعال يا عم، انا لسه شباب. تعال بس يا عم، تعال بس هكلمك يا عم. خايف عليك من عائله بوزو وتبقى جبان؟ ولا من عائله بوزو؟ ايوه. اضغط. نفدت يا ملعون، فاضل رصاصه واحده وتدور عليك انت. يعني انا الله يرحمني ويحسن اليه، والله كنت راجل طيب. اتفضل. رصاصه واحده وتدور علي. يعني خلاص انت ميت، الله يرحمك. ورثنا قبضنا، خلص على سعادته يا نبيل بيه. اضرب بكره الجرايد تقول ان نبيل قتل عمه. وصيتك بومبا يا نبيل، اضرب وخلصني. ايوه حاضر، ولو انك انت اللي ربيتني وخليتني راجل. بلاش شغل القصايد والرسا وكلام الفارغ ده، هو اضرب خلصني. ما تغلطنيش. اضرب يا ولد، اضرب يا ولد. ايوه حاضر، انا مش جبان، انا جدع. لكن حضرب مين؟ حضرب عمي، عمي اللي مربيني واللي عايش من خيره. ابقى جبان. انا الحاسوب يا عود خمسه وخماسه، تغلبيه بالعيان يغلبك بالمال. ما دي بنت وشك معقد كده، عايز دماغك ورجل تفرد. حد يكشر في ليله فرحه ده يوم الهنا. اوعدني يا قادر يا كريم. عرستك في ركبتك احصلك في جمعتك. لكن يا ماما انا خايف. خايفه من ايه يا رحام؟ خايفه على مستقبلي مع عاطف بيه. مستقبلك سكر نبات، دفتر شيكات، عزب وسرايات. صحيح عاطف بيه راجل طيب وغني وما بيعزش عني حاجه ابدا، لكن عجوز، عجوز قوي قوي قد ابويا. يا خساره نبيل لو ما كانش بيحب شكريه. نبله لما تنشن على عقلك التلفان. ايش جاب نبيل العدمان الندمان الصدمان لعاطف بيه اللي بيلفوا له المحشي في ورقه بنك نوت؟ يا وعدي على كده، انا اموت في البومب واحب الصواريخ. يلا حبيبتي يلا، المأذون جه والعوالم هيزفتونا من اوضتك لغايه الصالون. تعالي يا نور عينيا، تعالي. والله خار هندي. عمال انت فارق جوز الهند. استني يا ام شكريه هانم، انت صحيح اتجوزت حضرته؟ ايوه اتجوزت حضرته. الله، امال نبيل؟ لا، لو كان نبيل بيحبني كان اتجوزني من زمان. اهو لا طالعه انا بالشام ولا انا باليمن. البركه في عنب الهند. بومبا تعالي يا حبيبتي. مالك يا بومبا؟ على اذنك عاتب بيه خمسه. الله، بومبا ايه عفينا يا بومبا؟ بومبا تياترو النهضة. الله، بومبا يا حبيبي. بومبا ودوب ولا نلجي امان.
ما تقول حبيبي يكون خالي يا بياعين القلوب ظلموا القلوب حالي خالي القلوب حالي ما فتح حبي يدك نقي اللي يجعلي مظبوط وعلى قدك ويبات يا حبي لك ولا يوم يخون ودك ادي القلوب حالي ما فتح حبي يدك قلوب كتير العين شايفها وعرف منين اللي جواها افتح هذه المفاتيح دي يا بيه امال عملنا المفاتيح ليه القلب ده قلبي انا فيه السعادة والهنا جمع الحبايب كلهم ولمهم الا انا قلبك صغير وماهر في حب أهل الجواهر حرم عليك اللي خدعتيهم نامت عينيك وسهرتيهم خلاص عرفت اللي في قلبك ما تفكريش إني أحبك إني أحبك القلب ده قلبي انا بس اكتبي الثمن هنا هقدمه واسلمه لاي حد الا انا الا انا ده كل يوم الشو يزيد لحد ما يضيع الرصيد ولما يصفى عالكوب ابص ملقاش القلوب خلاص عرفت اللي في قلبي ما تفكريش اني احبك اني احبك وده قلبي مين قلبي انا بالوزن صورة حبنا لا يوم نهب ولا شاف ذهب ولا عمره فكر في الغنى تعالي ده انت وياكي نعيم الدنيا وهناها قالوا لي راح في البال ويا الذهب والمال قلت الكلام ده ايه كان بان علينا امال كان بان علينا امال قالوا صفاله حبيب وحني قلبه مال وحني قلبه مال اكل هدوء معاك والان نعيم وياك وياك ما دمت انا بهواك ما يهمنيش المال ما يهمنيش المال امل الفؤاد لو ضاع الحياة أوجاع ولو الهنا ينباع كانوا اشتروا بالمال كانوا اشتروا بالمال قالولي راح في البال ويا الذهب والمال المال قلت الكلام ده ايه كان بان علينا امال كان بان علينا بومبا ايوه بومبا انا بلقيت لك برجلي والفلوس وعطر والمال لا 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 ده كل ده ما يسويش حاجه ده الحب اغلى من الدنيا يا حبيبتي يا بومبا تعال نهرب قبل ما ياخدوك مني تاني اه يلا نهرب يلا عندك انا عندك تعال هنا تعال تعال بيه تعال 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 ما تخافش مني ما تخافيش
مني يا بومبا، ما تخافيش يا بنتي. بنتك؟ اما انا زي ابوك دلوقتي. عيشة فهميها يا حبيبتي فهميها. ايوه يا بنتي، بعد ما خرجت وما خلصنيش المأذون يخرج بايده فاضيه، قمت رحت متجوز امك طوالي. مبروك يا عمي. مبروك يا اما. برافو يا عمي، عملت عين لعقل. اهو دلوقتي ربنا هداك وعرفت قيمه نفسك. فعلا يا نبيل، انا تجاهلت الفرق الكبير اللي بين سني وبين سن بومبا، وافتكرت ان الفلوس تخليني امتلك قلبها، لكن ثبت ان قلبه وقلبي ينسجموا مع بعض، لكن قلبه محفظة يستحيل ينسجموا مع بعض. عمي هي دي او هي دي.